قلها اعمل لي جمله موسيقيه صحيح تنجمش تعمل، قلها اعمل لي موال ما تعرفش تعمل موال، تحكي على الفن حاشاك وحاشا يعني الناس اللي تسمع على فن مش فيهم الطرح، مش عارف اش قاعده تعمل. انا وليت فنانه زعما هو والله ما فهم شيء. يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين تيرارارن، يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين وحشني اللي غايب عني سنين، يا دار الحبايب وين تحط روحك تلقاه، واللي يوصل روحه يوصل روح باش يعمل النتيجة يعني كيفاش يوصل روحه هذاك هو، واللي يمشي مريق اللي يمشي. انا مثلا نخدم بالليل نروح في الليل عادي من فضل الله ما صار لي شيء، يعني نروح ماخر ما الساعه نكمل خدمه ما الساعه ما ساعتين انا نعمل شونتور نروح مخ ونقف غادي ناخذ تاكسي ونروح عادي من شارع كارتاج اللي هما يقول هاني قلت لك ما توصلش روحك ما يتيك شيء، امشي مريقل امشي مريقل وهاني الراس ساعات نساء يخرجوا هكا يروحوا عاد فما شيء. انا نحكي على روح من فضل الله ما صار لي شيء وبقدرة الإله ما يصير لي شيء زاد، خاطر معدل نمشي معدل نخدم على راس نورمال مو نخدم على راس ونخدم في الكاباري والحمد لله. هو في العروسات متاع السنة شنو هي أكثر أغنية قاعدة يغنيوا فيها وقاعد يطلبوا فيها الحاضرين؟ السنة والله فما برشا فما شو ما مت... العرس نجم استحسروا نجم استحسروا، فما اللي يحبوا شرقي فما اللي يحب لك جو عروبي فما اللي يحبك الدبكة السوري، ما تنجمش تحصروا العرس. أكثر حاجات غناية زازا مثلا هذيك نتاع تي ليلى ماشية الشط على الكريتة ايه وشيرين اللجمي مثال شقول ايه اه وكريتك ريت الناس امشي صحيح لا تدردع لا تطيح، والله تو انت بنية محترمك يجيش حد يتمنيك عليك يجيش حد باش يعمل لك مشكل ما ينجمش، خاطرك انت عامله حد روحك عارفه روحك انا ماشي في الطريق هذا دونك انا ماشي في الطريق هذا علاش شنو نمشي منه ولا حد يتعدى انا نتجلطه مع عليه هنا تولي يعني حد ما نعرفوش باش يكلمني سلام سلام باش ما ندخلوش في حاجات اخرى. وفما الحاكم هاني نشوف انا في الحاكم يدور العقاب اللي كرهها بالموتورات يدور بتاع الحاكم فهمت؟ اوكي فما الكلوشارات راه فما الكلوشارات برشا على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا افرش لي الرموش دافيني من نسمة هوا على عيني. يا الله بأكثر أغنية تونسية قريبت لك؟ أكثر أغنية تونسية قريبت لي ولا فما علي الرياحي فما لال محمد صلى الله يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين تيرارارن، يا دار الحبايب قل لي رحلوا فين وحشني اللي غايب عني سنين، يا دار الحبايب. الله الفن في تونس كيفاش ولا؟ الفن كيفاش ولا؟ حالة كما قالك الراجلك العام حالة مزرية حالة مزرية حالة 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 وش نقول لك أنا يعني في الدومين يعني ما نحبش نقول كلمة مش في بلاستها باي باي والله باي باي بالحق راهو باي 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 قبل لي يقول مشاكل ليه 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 مش حكاية مشاكل هني قلت لك نعود لك المشاكل مشاكل دي ما تجي حاجة ثانية وحاجة ثالثة. أما كفن تحكي على الفن حاشاك وحاشا يعني الناس اللي تسمع عفن بالحق راهو عرفتك اللي حك راسك قولوه ثم حك راسك ولا فنان هكاك. أنا على روحي أنا عامل رشيدية عندي احترافي منظم نخدم والحمد لله ولاباس برضاية أمي أهم حاجة ساعة برضاية الوالدين فهمت ولاباس. أما كفن
قبل الفنان يحكي وقال لك يبدا متعدي حاجه كبيره حاجه كبيره. وين هو الفن؟ زي الفن هو توا ناس عندكش عندي توا نجم وحده هكا انسانه عاديه كيفك تمشي تغني تصبح فنانه عامله هكا وتصبح عاملتها وعاملتها ما هي ولا لا هذه معامله اللي هي مش فاهمه الطرح مش عارفه اش قاعده تعمل. هاني وليت فنانه زعما زعما هو والله ما فهم شيء شاشيت هذا على راس هذاك وتمشي قلها اعمل لي جمله موسيقيه صحيح تنجمش تعمل قلها اعمل لي موال ما تعرفش تعمل موال وهو دي عصافي قال لك الفنان ولا فنان اللي ما يعرفش يقول موال